حتى الى 11 اكيد معكم منير الوردي في الهندسه الصوتيه اللي دائما مرافقنا، ومعكم الاستاذ جمال سديدي اللي غنجاوبكم على كل الاسئله ديالكم وغنشارككم الاراء ديالكم والحكايات ديالكم حول الباطل اللي كنحسوا به وكيضرنا وكيأثر فينا وكيألمنا وكيجيب لنا معاناة نفسية. شكون فينا ما جربش الباطل؟ أكيد كلنا جربناه. على الرقم 0537709539 هاد التجربة ديال الباطل سمعوها منكم مستمعينا ومستمعاتنا. من الأخلاق سي جمال سديدي، أخلاقنا ربما تيظهر لي والله أعلم كنعيشوا أزمة أخلاق، نعم، وهي الأساس في هذه العلاقات المتشنجة ما بين بعضياتنا. وهذه في الحقيقة حتى هي كانت من بين المرتكزات ديال النجاح، نعم، هي العلاقات. فهذه العلاقات أنا باش تكون عندي علاقة مع الآخر، شكون هو الآخر؟ نعم. بالنسبة لي، نعم، نقدر نكون أنا أب هو ابن، أو أنا زوج وهي زوجة، أو أنا عم هو خال، وهكذا. هذه الأدوار هي اللي كتحدد العلاقة. احنا في الحقيقة قلنا كان الشعار ديالنا دائما انا وياك استاذ جيهان هو نعطيو التطبيقات، ما كنبغيش ندخلوا في الدواوات، راه كل واحد راه ما عندوش ذات وحده، عنده ثلاثه ديال الدواوات، نعم، دائما مع حتى كيموت. عنده ذات ديال الطفل، وعنده ذات ديال البالغ، وعنده ذات الوالديه. بالحق انا ما كنخرجش التفاصيل باش منين نهضر معك انا، واش كنهضر معك من المنطلق الذات ديالي كوالد او كأم او كأب، وكنهضر معك انت كطفل او طفله، او العكس مع من كنتذكر انا، تيوقعوا تشنجات. فهاد العلاقات تتبل الاخلاق. وحنا قلنا الشعار ديالنا يكون باخلاقي انا راقي وباعمالي انا باقي وبحبي للرسول عليه الصلاه والسلام اسبح في الافاق. هاد القضيه ديال الباطل هو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. عرفتي الظلم يعني الدعوه ديالو ما كاينش بينها وبين الله حجاب. واش الانسان ما تيخافش من الجبار؟ وشنو اصلا تتربح؟ راه ما تتربحش، لان هو الاصل في الخلق ديالنا هو ان نكون في خدمه الاخر، وهذيك المتعه وتكلمنا عليها مرارا. خصك تخدم وتفرح ان الاخر قبل داك الخدمه ديالك. اصلا انا موظف، انا اب، انا ام، انا جار، انا جاره، انا في خدمه الاخر، والعكس صحيح. هذه العلاقه بيناتنا تتولد الحب. اذا الاخلاق كثيره، راه المئات ديال الصفات ديال الصدق والامانه والحب والتسامح والعطاء عموما. فينا هو الباطل في هذا الشيء؟ حيت الباطل عنده العلاقه بالكذوب، الكذب، والكذب كيهدي للفجور، والكذب كيهدي للغش، والكذب تيهدي للسرقه. إذا الباطل يعني محشو، إلا قلنا لي غير طيحتي عليا الباطل، واش فعلا طاح عليك الباطل؟ راه بعض المرات عاوتاني حتى في التصور الذهني ديالنا، انت كيفاش كتشوفي الامور؟ كل واحد كيشوفها من زاويه مختلفه. إذا فين كان الخطوره؟ هو انك تكويتي انت من المنظور ديالك مني، وما قلتي ليش حتى علاش كتقاطعيني. الاخر الا كان عنده ذاك الخجل، ما عندوش ذاك الايمان القوي، كيشوف قاطعتي كيقاطعك حتى اجل الله. اجل الله الغزال، بحال دابا شي اللي تيوقع ما بين الولد والام ديالو، راه تيوقع غير شي حاجه ماشي هذيك، الولد الطريقه باش تربى ساكتين. او كاين المراه اللي مقاطعه راجلها بحجه ان شكون هو دار ليا ودار ليا، هو راه ما في راسه، هو تيقول هذه متكبره، ما عرف شكون تحسب راسها في ملك الله، حتى تجي تقول لي تيدخلوا الكرامه ما بين الكبرياء في الزواج، مع ان مؤسسه كتبنى على السكن والموده والرحمه وتنازلات. تضحيه ضروري، ماشي ضحيه، نفرقوا تضحيه على اساس انني صالح هذيك العلاقه تكون، العلاقه تكون متينه. وكل ما كنت واضح واساسي نكون مرين في علاقتي مع الاخر، مرونه، فيكسيبل، تكون مرن فين ما مشيتي، تقضي الغرض. والاصرار انني نصحح العلاقه مع الاخر، نصحح العلاقه مع الاخر. ندوزو لمساله مهمه جدا باش ما نوقعوش في هذا الباطل، هو الاخلاص في النيه. اهم حاجه في حياتنا
هي النيه اللي خصها تجدد دائما حتى في العمل. دابا انت لاله جيهان مثلا في الاذاعه كنتجدد انا غادي نتواصل مع المستمعين والمستمعات وكيتحلوا المشاكل وكنصايبوا لهم الطبق وانا فرحانه. هذا هو النيه ديالي. الاخلاص في النيه مهم جدا وخصو يتجدد، كيقوي كتقوي الايمان ديالنا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، واضحه من الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المرحله الثانيه باش ما نطيحش في هذا الباطل، نتعرف على واحد الصفات ديال الله سبحانه وتعالى باش نتصف بها. لان ملي تنسميو الله مثلا العليم راه عندها العلم، الستير والعزيز، خصك تستر الاخر. هذوك الصفات راه مهمه جدا نتصفوا بها ونتعرفوا على الاخلاق ديال النبي عليه الصلاه والسلام. انت راه ما يستحيل نفشلوا، يستحيل، بالعكس غادي نقوي العلاقه بيني وبين الزوج ديالي، بيني وبين ولدي، بيني وبين جاري، بيني وبين التلميذ ديالي، وهكذا. هذوك الاخلاق خصنا نتعرفوا على النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان قرانا يمشي، كان قرانا يمشي. والسلوك ديالو لاحظي، هو قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الله. يا سلام، كتشوفي شي واحد الله. فيه العدل وفيه التسامح وفيه العطاء وفيه الصدق، نحمق عليه. يعني بالملاير يتشرى. هو الاصل اننا نكونوا كنا هكا، ما تجيناش غريب. والصدق صادق والتسامح غريبه. او بعض المرات حتى هو تيكون صادق ما تيكونش مارين او تيكون فج، لان هكا هذه خطأ. قال لك انا نبقى نفق. كنقولوا كيكون خضر. لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يورنا المستمعين. واخا هما، مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. حسن من تارودان، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ونقص لي ذاك الراديو، الله يرحم الوالدين ويرضي عليك وينورك في هذا النهار ديال الجمعه. السي حسن. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا، تفضل. طاح شي. انا سعيد بزاف. انت سميتك حسن ماشي سعيد. سعيد باللي كتسمع صوتي على الاذاعه الوطنيه. الله يحفظك. مرحبا حسن. حسن مرحبا بك. الله يحفظكم، كنشكركم بزاف. قلت لك دكتور جزاك بخير، عندي واحد الدريه صغيره تقريبا. هذه وليداتنا هذه، واخا سير. مرحبا، غير سير سي حسن، مرحبا بك. يلا. تقريبا تكون عندها هذيك 8 ديال السنين، 8 ديال السنين دابا كتقرا في الثاني. والمشكله دابا المشكله ديالي معها هو انها ما كتاكلش الدواز. المرقه يعني الطاجين والعدس اللوبيا. يعني ما عمرها في حياتها يعني حتى كتعقدني. وكنضطر انا باش نضربها ملي كنكونوا كنتغداو باش ناكلها بزز، يعني باش تولف والدموع كيطيحوا ليها من عينيها وكتكح وكذا. حدا يعني حتى ولات دابا من في وقيته الغدا ما كنلقاهاش في الدار، يعني غير كتعرف الوقيته فاش كنجي انا كتهرب ليا عند الجيران ولا كتخرج برا باش ما نزيرها على الماكله، يعني على المصلحه ديالها. شنو كتاكل؟ شنو هي كتبغي تاكل؟ المشكله دابا باش كتعقدني هي كتاكل الزبده، الفورماج الصباح، هذه الماكله ديال الصباح الفطور ديالها يعني. مزيان. اييه. والزيت وكذا. وعاود ثاني عند الغدا ملي كتخليني تنخرج انا نمشي للخدمه كتجي عاوتاني نفس المشكل اللي كتحط، هو الزبده ثاني وتمشي للثلاجه، هي المسائل اللي هي ما خصها تاكلها واحد المره في النهار. الزيت البلديه، الزيت البلديه كاينه. الزيت البلديه هي الخبز ديال الزرع كاين. كنخلطوه مع ديال الفارينه. ايوا تبارك الله. مزيان. المشكل ما عمرها اكلت اللحم. اللحم ما عمر حتى وليت شاك فيها انها فيها، كتبان لي صفراء وديتها ودرت لها التحاليل يكون فيها فقر الدم. والمشكل دابا ولات كتعيا بزاف ملي كيكون عندها سبور وداك الشيء ملي كيجرو في الساحه. كتسخف كتوقع تنهج وكتصفر. والمشكله عرفت المشكل باقي في التغذيه، المشكل عندها في التغذيه وعييت ما ندير معها يعني. واخا سي حسن. ايوا استاذ بارك الله فيك. يعني والمشكله انا فاهم هذه القضيه ديال التغذيه وكنعاني معها يعني حتى ولات دابا كما قلت لك لوقيته الغداء ما نلقاهاش في الدار، عرفت ان باباها غادي يجي وغادي يزيرها عاوتاني باش تاكل. ومشكله دابا مشكله مع السي حسن. بعد واحد التحيه للسي حسن الصياد راه كيسمعنا.
سي حسن راه ما كاينش المشكل. ايه اولا راه ما كاينش المشكل، وغادي نطلبوا منك كي كانت الرضاعه ديالها. رضاعه طبيعيه؟ الرضاعه ديالها كانت يعني طبيعيه، كانت رضاعه امها وكنعاونها بالحليب ديالها مزيان. دارت عامين؟ دارت عامين السي حسن سي. دابا عندها 8 سنين. لا واش دارت عامين في الرضاعه الطبيعيه؟ دوزات عامين وكنعاونها يعني، كان مره كترضع في امها ملي كيقلل فيها الحليب. هي كتعاونو بالحليب. واخا شوف السي حسن. نعم استاذ. اولا هذا راه ماشي مشكل. دابا انت هذا اللي بان لك مشكل، دابا انت خلقتي مشكل حدا اخر السي حسن اخطر منه. شنو هو؟ هو بنتك خصها تحبك انت. دابا انت خلقتي الخوف وزدتي كرهتي لنا داك الدواز. كان ممكن نعرفوا شنو المشكل اللي جعلها بدات كتكرهو، يمكن تكون عنده شي بدايه، لكن دابا حنا غير في هذا الوقت الحالي غنحبب ليها تاكل اللي بغات، وانا تنوجهها غير بشويه. اللي مهم عندك السي حسن هو تحس بالاطمئنان بنتك، لان راه وصلتي لواحد الدرجه ديال ان وقت الغداء كتغبر. كتغبر لي ما كنلقاهاش في الدار، ويعني على مصلحتها. وكنفهمها كنقول لها راه ما خصكيش تاكلي الزبده في الصباح ونص النهار. لا ما تيسمعوش. شوف سي حسن يعني شوف سي حسن اللي مطلوب منك عنق بنتك، ما تخافش منك، وقول ليها حنا ملي منعت عليك انا تاكلي مثلا الزبده باش تاكلي الدواز راه غير مصلحتك. بالحق ديري اللي بغيتي، ديري اللي بغيتي. انا راه باقي تنأكد عليها، راه لدرجه كاين العائله اللي مشاو حتى لانجلترا مع الطبيب. يعني السؤال اللي طرح عليهم قال لهم غير واش كتشرب الماء، خليوها في خاطرها، حيت راه الماكله عندها علاقه بالنفس. راه حنا هضرنا مع الدكتور في النيش كيفاش حتى المضيخ خصو نص ساعه وتكون مرتاح نفسيا. اما تجلسها وتبزز عليها اش كدير السي حسن؟ راه غتبان لك امراض عضويه. دابا راه بدات نفسيه ان الخوف، غنحيدوا هذا الخوف السي حسن. صاحب مع بنتك، جيبها وعنقها وقول لها ما كاين حتى مشكله بنتي، قولي اللي بغيتي فوق الطابله. انا كنبغيك، وبشويه بشويه غتبقى تاكل داك الشيء اللي بغيتو. غير شويه دابا في شي مرضى ديال نقص التغذيه وداك الشيء. داك الشيء علاش انا يعني كان سي حسن، سي حسن حنا كناكلو هي كتبقى كتشوف فينا. وسي حسن، سي حسن الزبده ولا الفورماج ولا شي حاجه اللي هي كلتها دخلات في النهار ولا ثلاثه. سي حسن راه الاكل النفسي اهم من الاكل ديال طعم الحب. حنا كاين الحب وكاين الحب، واعطيها الحب، اعطيها غير الحب وعنقها كافيها. اسي حسن ما تقلقش، ما تقلقش، خص بنتك تحبك وتحب الام ديالها. تقول اسره ما تنفروهاش، باقا هي عندها 8 سنين، ما تعيشهاش في الرعب راه غيتاثر عليها في حياتها الشخصيه والدراسيه. رجع لبنتك وهضروا غير بالحب وصبر عليها. دابا انا ما كنكره هذه الحاجه، غتبزها عليا راه ما يمكنش. اذا بالحب وغير بشويه بشويه، الا كان ممكن الفواكه شنو تيعجبك انا تنعطيها شنو تيعجبك ونمشي نشري ليها اختيار. تختار وبلاتي هي احسن. بحال دابا الزبده راه ما شريناش، ما عندناش باش نشريوها، نبداو نحيدوها غير بهذه الطريقه. يعني الا كانت كتاكل غير الزيت والخبز اراه ليا، اراه ليا سي حسن. واتيت تبارك الله. وسي حسن واش المرقه دائما كاينه في الغداء؟ دائما المرقه، لانه راه كاين الخضر، راه ماشي يعني غالبا كنديروا يعني الطاجين، طاجين والعدس واللوبيا القطاني والبيصاره. يعني واخا عرفتي واخا تقتلها ما تاكلش لك، ما تقتلهاش السي حسن. السي حسن ما تقتلش، ما بغيناكش تقتلها. دابا بانت لك السي حسن شنو دير؟ والنحل ما عمرها هي كيوصل دابا ملي كيقرب العيد الكبير ولا شي، وكتخاصم على امها كتقول لها تفوج عاوتاني العيد الكبير بابا غادي يبدا يزيرني ويبدا يضرب. شتي قول ليها واش مثلا خيرها الشباب ذاك الحول اللي غادي نذبحو. سي حسن قول ليها واش تعجبك المعزه جدي، ربما يكون عندها اختيار اخر. اللحم صفه نهائيه ما كتحملوش. ما عندنا ما نديرو باللحم هاد الساعه، انا دابا تنركز سي حسن على الحب. صاحب مع بنتك الله يرضي عليك. شكرا لك حسن من ترودنت. معنا صفيه من خنيفره. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم اختي. لاباس عليك؟ صحكم مبروك علينا وعليك بالصحه والعافيه اختي صفيه. شكرا على هذا البرنامج. مرحبا مرحبا الحبيبه ديالي، تفضلي يا صفيه اختي. ما عرفتش اختي منين غنبدا. بداي منين ما بغيتي، بداي قولي هضري شنو مقلقك. تعرفت على واحد الانسان كان مستغني بزاف، كان تيبقى يهضر معايا بانه غيطول معايا مزيان، بانه غيتزوج فيا، بانه غيعيشني في الرفاهيه، بانه غادي يرضيني، ما يمانيش من حاجه.
من دارنا دارنا رفضو سريت باش نزوج بيدو باش تجي المعاملة ديال دارنا تبدات خوتي مابقاوش كيهضرو معايا الناس مابقاوش كيبغاوني وليت كنصرف كنصرف مابقاش بغي يخدم وليت كنصرف تا راجع اللور كنت كنخدم تا راجع اللور راجع اللور تقلت بالديون ولا كيستني في الدار ولا كيمنعني من شي حوايج ولا كيضربني حاولت نتحر عقب من بعد تهرب وخلاني دابا حاليا ولات الكلمات هي الكره بزاف خرجت من الكرة عطاني واحد السيد واحد المكازا عقوق دخلوني وماري الدار تيشوفوا فيا واحد النظره اللي خايبه انبوني الوالده ديالي والوالد ديالي قال لي درت فيك الثقه صدقتي ماشي ديك الثقه اللي كانت الوالد ديالي كبير في السن عنده شي 80 سنه جالسين مجتمعين كنت كنتعال عند واحد الدكتور هنايا غير طب العام دويات 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 عندنا كل الناس عندنا كل الناس بديت نسافر واحد شويه كنت حدايا صافي داك النهار كنشوف حوايجي اللي تيفكروني فيه ولا ما اللي تيفكروني فيه تنطنجر تنبغي نتفرقع تنبغي نقطع حوايجي تنبغي نخرج نغوت صافية نعم صافية واش أنا اللي فهمت من هدرتك أنا عرفت عرفت ديك الحرقة ديال عولتي على راجل وما لقيتيش في كتافك وحاربتي عليه داركم هذه هي الحرقة الكبيرة دابا لأن أنا مالي الدار ديالي ما بغاوش من الأول وما تصنتش ليه وبقى فيا الحال واحد الدكتور ودابا حاليا حاولت نطهر هاد السيمانة وداوني مساكن تيجريو بيا وداوني في لوفيلونس ورسلوا لي الأماء ديالي ودابا لا لا صافية لا صافية إلا انتحرتي لا فين غتمشي؟ عارفة فين غادا؟ ما تصنتش الولية هما اللي خلوني لا 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 دا شوفي لا لا صافية ما تفكريش في الماضي ما تفكريش في الماضي دابا حنا اليوم شنو خصك تاخدي دابا هادي دستي من واحد الحالة ديال الفشل هاد الفشل عادي من كل فشل كيولي نجاح ربما ما تخرج من هاد الحالة اللي أنا فيها أنا من رمضان وأنا بهاد الحالة واش كاينة شي جمعية حداكم صافية ما عرفت سيري قلبي على دار الشباب دار الشباب دار الشباب خنيفرة شي مركز ديال سوسيو ثقافي شي حد مكلف بالجانب النفسي ولا الاستشارة الأسرية راه غترتاح يا صافية الا قدرتي تجي للرباط الا قدرتي تجي للرباط انا مرحبا بك صافية مركز المشورة هذا وعد شوفي صافية عطيها التليفون حنا في كل مره التليفون كنقلبوا عليه دائما شوفي صافية اسمعيني انا غير واحد يعني واحد النصيحه نعطيها لك من اختك راه والله هذا الحزن هذا ما كاينش شي حاجه اللي تستاهل انك تبكي هذا البكا وتنتحري راه ما كاينش انا عارفه ديك الشوفه ديال داركم وديال باك وخوتك هي اللي قاتلك وهاد المعامله اللي تبدلات من داركم هي اللي قاتلك انا حاجه وحده نبغي نسولك قلتي ملي كنشوف حوايج ومعنو كنطج واش انت باقا كتبغيها صافيه كون لقيتو كون قتلتو لان ضحك عليا صافي اذا النهايه ندير كروه اذا صافي اذا هذا ماضي وداز هذا هذه مرحله وعدت هذا ماضي وداز اختي صافيه هذوك الحوايج كاملين اللي تفكروني هما اللي تعصوني انت مرضوني انت خليوني نفزوني نقطع حوايجي دابا حاليا انا مشيت عند واحد الطبيبه ولكن ما عنديش الامكانيات باش انا نمشي نبقى ندير الحصص عندها ما بقى عندي والو منين عرفني طبيت ما بقى عندي حتى ريال وكيتسني كريدي بزاف زادو خلاني دابا من رمضان ما انا مطلقه ما انا مزوجه قال عليا العقد قال عليا الحال المدنيه ومشى دابا لاحظتي التليفون ديال المركز دابا انا ما حافظوش غنطلب من هند تصيفطوا لي في ميساج الا عطاتونا منها خمسه دقائق
ان ولا اي واحد تيعرفني يصيفط ليا اللي تيعرفوني. حنا في نهايه الحصه غنذكروا الرقم ديال مركز المشوره. مركز المشوره وصفيه هذه دعوه. هذه دعوه، هذا وعد من عندي، اجي مرحبا بك، ما تخديش الهم حتى شي حاجه. وغناخذ الرقم ديال الهاتف ديالك اختي صفيه، وباش ما كنحلوا هذا المشكل. ومرحبا بك في داري، مرحبا بك في داري بين ولادي، مرحبا بك اختي صفيه. مرحبا ونحملوها. مرحبا ونحملوها، رحنا ما سخينش بيها. وتهلاي فيها الوالده، تهلاي فيها. قلت لها في الحمام نحملها ونركبها. مرحبا، راه مشكل بسيط نحلوه بسهوله باذن الله. من بعد في اخر البرنامج نعطيكم الهاتف ديالي ان شاء الله. المشكل هو عاطي متي ولد سمنين ندوز، وكنت كندوز باش نولد ما ولد صافي، وقع فيا الحال كثر كاع هو متي ولدش. دابا حنا اللي تيهمنا غير صفيه ترجع فقط، ما تفكريش ما تفكريش ما تفكريش صفيه. ناخذوا هذا الميساج، ناخذوا هذا الاختيار الغنائي، وصفيه ان شاء الله كل امور غتحل. حنا مواصلين معكم مستمعينا مستمعتنا حتى ال 12 ديال النهار. وصفيه لو كنتي باقه معنا الى حداك ستيل ورقه، خذي 05 37 65 18 35 35 05 37 65 18 35. مرحبا باختي صفيه، والتهم ما تهزيه من اليوم، التهم ما تهزيه، حنا خوتك وحنا معاك، حنا حبابك وحنا صحابك. شكرا هند. عينا مستمعتنا اكيد معكم مواصلين موضوعنا اللي هو الباطل، واللي هو الحرقة ديال الباطل. نتمنى تواصلكم معنا يكون بشكل كبير على الرقم 05 37 70 59 39. هنا واحد المشكل تيطرح هو دابا السمية ديالي ولات عندها علاقة بالأسرة والتربية، واخا تدير لهم الباطل هما كيعطيونا المشاكل ديالهم. من بين الحوايج باش ما ننساوهمش، باش ما ننساوهمش، من بين الناس اللي نجحوا، الجمعيات اللي ممكن يلتجؤوا لهم الناس، عندهم حتى هما دي كوتش. هذه اللي كنا عطينا العنوان البارح، تأسس جمعيات الهيئة العليا للتنمية الفكرية والبحث العلمي. هذه واحد الجمعية غادي يديروا واحد اللقاء، يجيو ليه الناس يلقاو مجموعة الحاجات ديالهم. الجمعة 13 فبراير 2015، الجمعة 13 فبراير 2015، الساعة الرابعة والنصف، المكان مقر مجلس جهات الرباط، سالز مرزعير، ساحات الجولان بالرباط. أيه عندهم دكاترة، عندهم أطور كبيرة، عندهم دي كوتش. مجموعة المشاكل يتحلوا مجانا. هاد واحد الناس تجمعوا كانوا كيديروا غير على صعيد الحومة، بغاو الخير يعم المغرب، وداروا هاد الجمعية الهيئة العليا للتنمية الفكرية والبحث العلمي. إذن هادو المسائل اللي قلنا احنا الناس اللي ناجحين. نعم نعم. احنا هاد الباطل بغينا شي حد وقع له الباطل، كيفاش نحلوا المشكل؟ ناخذوا من بلجيكا مستمعه كريمه. السلام عليكم. مرحبا. معك السلام عليكم اختي، معك عيدلا من بلجيكا، من بروكسل. مرحبا بالناس ديال بروكسل. اختي حصل لي الشرف اللي كنهضر معك. مرحبا ومع الدكتور الكريم. مرحبا اختي، تفضلي. بغيت ندخل معكم الله يعطيك الصحه في هذا الموضوع. المشكله انا الموضوع ديالي والمشكله ديالي كتدخل بزاف، كل حصه انني كنصمت لكم كنقول هذا الموضوع ديالي. يعني كتقدري في بزاف المواضيع. انا مشكلتي اخت، مشكلتي انا وصلت لي مع الوالدين ديالي، مع الخوت ديالي، دابا عندي انقطاع تام معهم الحمد لله. يعني حياتي كامله جريت في الرضا، انا كنت عايشه في هولندا، دابا من 2008 وانا في بلجيكا. يعني درت بزاف الامور على قبلهم، شريت في سبيل الله، انا كنعتبر داك الشيء في سبيل الله. يعني لدرجه اختي انا يعني كنت ما كنشوفش في وليداتي وما كنشوفش في الزوج ديالي. انا سبق لي كنت مجوجه وطلقت، وربي حالفني برضات الوالدين والنيه ديالي انني ربي عطاني راجل اخر اللي احسن من ذاك الاول، حتى هذاك كان كيقدرني. ولكن انا كنت صغيره فلاج وكنشوف خصني غير الوالدين والخوت، ما كنتش فاهمه الحياه الزوجيه. طلقت صافي، راجلي ما كانش كيوافق، الاكس ديالي ما كانش كيوافق على ذاك الهبال ديالهم. صافي انا قلت له والديا ندير على قبلهم كل شيء. ربي وانا برضات له بداك السذاجه ديالي، بداك النيه ديالي، بداك الطيبوبه ديالي، كنت نقدر نعنف راسي باش ندير لهم نوصل لهم داك الشيء اللي بغاو هما. يعني طلقت في 2007،
هبطت شريت لهم الدار سكنتهم. عندي خويا في داك الدار مجوج، عنده جوج وليدات، عندي جوج خوتي عزارة مراضين نفسيان، عندي امي وبا، عندي اختي عايشة في كازا كتجي عندهم، يعني ما مزوجة ما والو. يعني انا كنخلص لهم داك الدار بواحد 300 الاورو كريدي يعني. تجوج تلاقاني ربي مع هاد ولد الناس، يعني ولدت مع كانوا عندي جوج وليدات اخرين ودابا جوج بنيتات مع يعني ولد الناس اللي انا كنقول يمكن حيت ربي ربي كيبغيني يمكن باش انني ما فقدت يعني ما فقدت هذاك الزوج تعوضني بما احسن منه، كنت غنفقد حياتي كامله. غزلان نقدر احكي به شنو سبب القطيعه ديال مع والدك؟ القطيعه انا جايه كدكتور، انا شريت لهم الدار، انا دابا انا كبرات لهم في العين ديالهم، انا يلاه كنخلص داك الفوائد، باقي فيا الكريديت داك الدار، انا عندي اختي وحده في هولندا وحده في فرنسا كيدخلوا، انا ما كيرضاوش داك الهضره ديال الوالد كيقول غزله الله يرضي عليها سترتنا دارت لنا عرفت يعني لحقت ولا اخر. انا اقسم بالله الا سمح لهم يعني من شريت لهم الدار في 2006 ما هوت المغرب حتى ل 2012 يعني عشت الطلاق عشت الزواج عشت جميع الظروف يعني ترميت في الزنقة كنت شارية الدار جاوا باعوها لي يعني بزاف الأمور. شنو السبب؟ شنو السبب أختي يا جيهان بغاو 8000 الأورو بغاو 8 المليون، أنا عشت الطلاق وعاد بديت مع راجلي هذا من الأول من الزيرو. لاش بغاوها 8 المليون؟ لاش بغاوها؟ بغاوها قالت لك سيدي انا كنوقع لي سوء تفاهم مع خويا اللي ساكن معاهم مع مراته، قالت لك انتيا ما تفاهمتيش مع خوك، انا دابا غادي نخرج الرهان اختي داك الدار يعني ما داروا لي فيها حتى حاجه، كتقول لك كيقولوا لك كينزلوا عليك بطل، راه حنا درنا لك واحد الدار يعني ما مصلوح فيها حتى حاجه، كي شريتها وجبت واحد العم ديالي باش غادي يوقع لنا المشكله الاخت جيهان في 2013 يعني جبت واحد العم هما غير كيهندوني باش يشوفوا واش عندي الفلوس ولا لا، قالت لك بنتي الدار مكرصه وخصنا نصلحوا وكيجيو عندنا الديار، قلت لها امي نهز كريدي يا اخو راه عليك راجلي هذا بغى انا الكريدي ديال الدار في سميتي بغى مسكين يهز كريدي على النيه ديالي انا وهذا السيد اللي مزوجه معاه يعني هز كريدي، قال لي نهز كريدي انا والدي مرضي ماتوا، قال لي مشات اختي غزلان مشيتي نعاودو نتواصلوا معك اكيد. مشكل الطمع سي جمال سيدي ملي كتولي البنت اللي خدامه ولا على برا يعني كتبان لهم كلها فلوس كلها خاصها تصرف خاصها تعطي بحال شي بير كيجبد ولكن ما خصهاش تطيح في الخطا ديال التنساق يعني باش ترضيهم تبقى تطيح في خطا اخر حيت عندها اسره دابا وانا كنحس بها بان راجلها مقدره لا ما قدرش وكما ما يلوحوش راسهم هو يعني وباغا تشوف حياتها معاه وتعاود حياتها من جديد معاه. دابا لنا المأساه ديال عائلتها غتبقى باقا معنا غزلان واختي كتسمعيني؟ اييه مرحبا تفضلي غزلان. اختي انا ديالي كله دابا هاد اللعبه كلها جات على نعم من عند الام اللي حسيتها كل شيء تقت فيها تخدعت يعني راني في الاول مرضت راه نورمال دابا كنهضر معاكم راني في حاله يعني راه يعني انا دابا موت يعني الحمد لله يعني توفقت على داك الشيء اللي كنت فيه في الاول يعني في 2013 دكتور من هبط وجبت لهم واحد العم باش نصلح لهم أيه؟ وقال لي ما بين 6 المليون و 8 المليون بنت خويا وغندير لك القبض ندير لك كل شيء انا بغيت نرضي داك الوالدين الاخر يعيشوا واحد العيشه اللي مرتاحه اللي مرتاحه واخا انا داك الدار ما كنمشي لهاش راه ما كنكملش معاهم الاخت جيهان تاع 10 ايام يعني كنمشي عند العائله بالراجل كنمشي لهنا كنمشي للبحر أيه كنمشي أيه وهما خصهم ما تمشي حتى لبلاصه يعني داك الشيء باش تبقاي تصرفي كلشي كتعطيهم المصروف كتعطيهم الفلوس ديديهم كنصرف على راسي وكتعطيهم واش اختي غزلان نتفق معك على واحد الجمله هو اللي مشات في الوالدين ما مشات في خلا هذه بعدا ناخذوها انا جايه كحبيبه انا جايه كحبيبه ماشي في الوالدين انا معاك يا جيهان دابا ما ندماش على داك الشيء الحمد لله صافي الحمد لله حتى هذا العام اللي هبطت 2014 عطيتهم ولكن هم نكروني يعني قال لك بحال اللي بغاو يديروا لك في 2013 ناضوا تهجموا عليا بالمواس قال لك الا ما عطيتيناش نذبحوك ونخليو لك خوات بنات كيتامه ما عطيتيناش 8 باش نمشيو باش نديروا باش نرهنوا حنا ما بقيناش باغي غير عرفوني غادي نصلح لهم قالوا عندها الفلوس يعني ناضوا لي كاع كيهددوني بالذبيحه يعني انا عندي جوج الخوت مرادين نفسيا باش انا نخاف ونحط لهم الفلوس بقات لي 4 ايام باش نرجع
بقات لي 4 ايام عرفوا صافي انا درت مع عمي باش يصلح لي قالوا صافي عندها الفلوس يعني خرجت بحالي جلست 4 ايام في المغرب في شي بلاصه اخرى كنتسناهم يعيطوا لي يعني كيتدوا عليا زيت بنتي عندها عامين وبنت مازال ما كملاتش 3 سنين يعني بنات الغيال صغارين ومرابين وشموش ونايضين من الناس يعني ومن دارك وخارجة من دارك اللي شريتيها بفلوسك وكتعطي فيه ما تنضجتي جريمة هربت من داري وبواحد الدل حسيت دكتور بالدل علاش لأن قلت خوتي مراد غادي يرتكبوا جريمة كيقولوا لي غندبحوك والله تندبحوك وما تعطينا الفلوس والله ما تديروا لكم باش أنا نخاف ونعطيهم 8 مليون واخا أختي غيزان نعم أختي غيزان نعم أنا ما ندمناش على نعم. وأنا نقول لك اللي ندمت عليه أن ذاك العام مات باب شهر 10 أنا طلعت في شهر في 2000 طلعت في شهر 8 والواليد مات في شهر 10 أختي جيهان معي طولي الشهرين من بعد معي طولي بقات هي الحال قالوا شنو قالوا الناس كيقولوا الناس ما قالوا لهاش تهجمنا عليهم داك العزو كلو عرفوا غزلان بغات تجري على باها وداك الشيء علاش مات ومات بالقصب هذا هو الباطل هذا هو الباطل هذا هو الموضوع ديالي هذا هو الباطل وعلى راجلي حرشها باش تنوض تبيع الباطل كيبقى ولد الناس دائما هو اللي كيحرش وكيعمر لك راسك ولد الناس مسكين ما تصوريش كيقول لي بيعي السنسله وعطي لهم راهم محتاجين راهم دابا الحل دابا جي الحل دابا الحل هو مع الاستاذ جمال السيدي لان الوقت الوقت الحل ها هو انا دكتور انا لقيته انا خرجت الحمد لله الحمد لله هي يعني من مات الولد من مات الوالد مرضت شويه ولكن حاولت نتغلب مشيت للقران مشيت للصلاه مزيان المسائل اللي كنت كنصلي يعني مزيان مزيان مشيت للقران لان خصني مرضت انا عندي جوج خوتي حماق بالدارجه العربيه ديالنا يعني مرض يعني مرض انا داك الشيء اللي خلاني شريت لهم الدار باش ما يخرجوش دابا باقا كتعطي الطريطات ديال الدار باقا باقي يعني باقا فيا 34 مليون وبغاو يزيدوا يغرقوني وبغاو يتسببوا لي في الطلاق المره الثانيه لانه ما كيتسحب لهم حنا في الخارج معليش واخا طلق الدنيا هانيه المهم صيفط الفلوس ماشي مشكل ولكن الحل دكتور انا لقيته ان النهار اللي مات قلت لهم قلت للوالده امي واخا كرفستيني قلت انت وداك الجوج خوتي الا بغيتي ويخرج خويا الكبير هو ولاده ومراته قالت لي لا قلت لها خرجي وعطيني سوارتي هذا العام 2014 مشيت عطيتها جوج المليون في يديها قلت لها لله في سبيل الله امي وغتبقاي امي مهما درتي لي مهما ضربتيني مهما نديري وراكي مرضيات الوالدين غزلان راكي مرضيه اختي اللي لقاني مع راجلي شوفي غادي تمر في وليداتك وغادي ربي يعوضوا لك في وليداتك هذا الخير كله درتي هذا الخير كل اللي سوف يعودوا لك وليداتك هذاك الشيء اللي كان حمد عليه الله أن ولدي كان باقي يالله بتدامين بدأوا ذلك المشاكل يالله عنده 12 عام يالله جاتوا سن المراقبة وقلت الحمد لله كنت غنقدر نفتقد كل ما كان في الحياة أن وليداتي ما كنتش كنشوف فيهم نعم. كنت كنشوف وليدي هما كل شيء خوتي هما كل شيء ولي راجلي ولا الحمد لله المعاملة ديالي حسنة ايوا عطاك ربي ولد الناس تحمدي عليه الحمد لله اختي غزلان وشكرا لك خويتي قلبك مزيان علينا اليوم شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا على هاد السويعات اللي دوزناها معكم وعلى هاد الاتصالات الهاتفيه اللي خديناها معكم وشكرا سي جمال جديدي اللي دائما مؤتت لنا اللقاء المفتوح اكيد بكل معلومات ونصائح والاستشاره اللي كناخذوها من عنده شكرا لكل الطاقم اللي كان معنا اليوم في اللقاء المفتوح مواعيد يتجدد اكيد في حصص اخرى من برنامج اللقاء المفتوح جمعه مباركه بالسلامه